اخويا كنت قاعد تجعد الخوادر كيجري قال لي راه كاين شي روينه حدا كوميساريه. ملي مشيت نشوف اخويا لقيت واحد الحاله واحد السيد اللي كاين زف فهمتي لومبيرونس ما جا فهمتي ما جا حتى شي ساعتين ولا ثلاثه السوايع حتى شاد قدام اللي ضاع من داك الدار بزاف فهمتي وحاله ما هي حاله. واش نقول لك اخويا انا جاي من كوكي دابا من الشتود شفتو في ديك الحاله جاي من كوكي جيت نشوفو دابا نطمئن عليه كيبقى. ملي جيت لقيت مو مسكينه كتبكي ملي كتشوف مو بوري كتبكي راه شبقى اخويا ما بقى والو خويا مضروب هو ما مكذب عليك انا بالك يد من الدوم ما اللي شفتها من دات لومبيلوس الدم كثير اخويا شنقول هذه هي معليه غادي للدار تلقيت السيد هذا سيروا عليه بالعسان قلت لي سير دي الطابله ديالك ما بغاش يمتي بان لي غيضربوا في داك الشيء علاش المخزن القايده برك دير في الحوت وديروا في مياكي وسيري على السارقه كيضربوا فيه ما ينطوه. قلت لي يا ودي الناس هادو تعدوا عليا اخويا الناس هادو تعدوا عليا هذا شاهد من الشهود هذا المو ديالو طاحت قبيله في الدريبه هاد ما حضرتش والله تمشي معاه وسيد المخزن هذا ولا كتعدى علينا اخويا بقينا في هاد البلاد سيري على سيروا علينا بالعصا وفي الزروات اخويا قلت لي ولدي هكا تموت معاهم اه سير المرود كيشطفوا عليا اخويا تعدوا على هاد الناس هاد ودوا ثاني واحد الولايه ثاني في كوكي ثاني سيروا عليه بالزروات حشومه اخويا ولينا في هاد البلاد مقموعين في هاد البلاد هاد الله تحشومه بالله احنا صابرين وصافي مادام ولا رزقه كتمشي ليه ورزقه ولا كيمشي ليه في هذا البلاد رزقه ولا والمخزن ولا خويا كيدي في حوت من كيدير في ميكا المخزن هذا ولا كيدي في حوت حتى حشومه هذا كاع دايرين الطوموبيلات ومعيش الله تعيب وعار الشياد بغينا نخدموا خويا كدوا لنا في رزق انا يدوا لنا في ضربوا في شي كثير اخويا في هذا البلاد هذا ما عرفوناش كنديروا معاهم اخويا ما نعرف علاش نديروا معاهم ولد السيكتور دراري في عمار دارك والناس كتقدا كدير الحوت فابور قد الحوت فابور ود الناس بوليداتو كنعرفو حنايا بوليداتو كارك هادشي اللي كنعرفو دولة الدولي راس المال الدولي ربح على الدولي الطابلة واش مشي يسرق والصحة هذاك مفرقع اللي راسو هادشي راه بزاف على هاد الناس هادو بزاف والله يهدي مخلق هادشي اللي كنقول والله يهدي مخلق هادشي المخلق هاك ب 20 ويا في الحوت الله عمرها دار من اطيب الناس دري ضريف مخلق درويش حنين اللي جاي ياكل كل من ليدو بابو ديما المحلول ياكل المسكين ياكل لاباس عليه ياكل يعطي الكل شيء هو واد السيد قال راه كيترزق على الله حنا كاع وراه حضرت اخويا وراه اللي عطى الله والسيد خارج دابا كان خدامين حنا في مارشي ديال الكورس ما خدمناش ما بعناش ولينا كنخلوا الفلوس انا عرب انا عرب ولادي وما راه بقيتش خدام في هذاك المارشي هو شاد عاد في اللحم الحيه وكيخرج واد السيد راه ما خدامش في الكورس واش يمشي يسرق راه كيترزق على الله خرج شويه عاد الدروبه تما كيدور يبيع الكليان هذا هذا كيجي ترزقه مع عند الدريبه راه جاو تعدوا عليه الكورس انا اللي شت شت الدري من جاي لقيته طايح الدمايات ومونطينو اخويا والدري راه ضريف راه حلو والله عمرها دار صراحه حد قال انا راه حرفتي الحوت راه انا وياه بدينا ضامين واحد وانا راه تب انا راه سلمت راه طبنا والصراحه حد قال راه تهلكنا راه بنادم احنا اللي كنا ننقوا وكنطيين نصيبوا داك الشيء لان لاحونا في هذا الكورس لاحونا في راوده راه راوده هادي صراحه حد قال حبس مشيت راوده ميتة راه ما يمكن راه خدمنا خلينا 30000 خلينا 40000 خلينا 50000 خلينا 60000 وراه لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا يمرعاه